أعزائي المتابعين، أهلا ومرحبا بكم من جديد. كنا قد تحدثنا في الفيديو السابق عن تجهيز التربة للزراعة الشتوية، واليوم سوف نقوم بزراعة نبات الثوم في هذه التربة، ويمكنكم الاطلاع على الفيديو السابق من خلال الرابط في صندوق الوصف. يعد نبات الثوم من المحاصيل المجدية للزراعة في هذه البلاد، وذلك لأمرين اثنين: الأول بأن هذا النبات ينمو جيدا ويعطي ناتجا وفيرا ولا يتأثر كثيرا بالصقيع، وهو أيضا لا يحتاج إلى رعاية كبيرة، يكفي إزالة الأعشاب التي تنمو بجواره وإضافة السماد له خلال دورة حياته بانتظام. أما الأمر الثاني فإن أسعاره مرتفعة بالنسبة للخضروات الأخرى، وخاصة الثوم العضوي أو كما يسمى هنا بيو. وبعد تجهيز التربة لا بد لنا من تحضير الثوم نفسه للزراعة، ويكون ذلك من خلال تفريد فصوص الثوم من رؤوسها كما تشاهدون أمامكم. هذا هو الجزء السفلي والذي يغرس إلى الأسفل في التربة، أما هذا الجزء العلوي فهو الذي سوف تخرج منه ساق النبات، وهو يأتي طبعا عند الزراعة بالاتجاه الأعلى. وهناك نوعان رئيسيان للثوم، الأول وهو الأفضل للتخزين، وأيضا تكون المادة المكونة له مركزة بشكل أكبر، وتكون فصوصه مائلة للون البنفسجي كما ترون أمامكم الآن. أما الثاني فيكون لونه أبيضا ناصعا، وعلى الأغلب تكون فصوصه أكبر من سابقه. ولزراعة فصوص الثوم في التربة يجب أن نراعي المسافة بينها، فيجب أن تكون تلك المسافة من 7 سنتيمتر إلى 12 سنتيمتر، ونحن سوف نختار هنا أوسطها وهي 10 سنتيمترات، أي بطول هذه الأداة التي سوف تساعدنا في القياس. وفي هذه البلاد يمكن أن يتم جني المحصول لنبات الثوم ابتداء من منتصف الشهر الخامس وحتى آخر الشهر السادس، أما في البلاد العربية فيمكن حصاد الثوم قبل هذه الأوقات، وذلك لاشتداد الحرارة في آخر فصل الربيع وبداية فصل الصيف. كان هذا ملفا مبسطا عن زراعة نبات الثوم. دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.